فيلمنا بيبدأ سنة 1973 في الأوروجواي اللي تحول فيها الحكم من الديمقراطية للديكتاتورية، وخسر ثوار حركة توبامارو الحرب. بعد حكم الجيش للبلاد تم الحكم بالإعدام على عدد كبير من الثوار، أما الباقي فتم توزيعهم على المعتقلات في جميع أنحاء الأوروجواي ما عدا 3 أشخاص، وهم روسو وناتو وبيبي، واللي تم ترحيلهم مع بعض الأعنف السجون وأشدها، وده لأن الجيش القومي بيعتبرهم خونة وبيشكلوا تهديد للبلاد، وكان الجيش مهتم بالمساجين الثلاثة اهتمام خاص، وده لدرجة إنهم بيبعتوا برقيات لمأمور السجن بيشددوا فيها على منع أي حارس يتكلم مع أي واحد من الثلاثة، أو حتى يسمحوا لهم إنهم يتكلموا مع بعض، وممنوع خروجهم من الزنزانة أبداً، مع حرمانهم لحقهم في إنهم يشوفوا حتى النور، وبيتحول الثلاث مساجين من مجرد معتقلين لرهائن حرب، وبيتم التعامل معهم بأسوأ معاملة. في أول يوم ليهم في السجن بيوهمهم الحراس إنهم هيحرقوهم، وبيغطوا وشهم وبيرموا عليهم بنزين وبيسيبوهم لمدة يوم كامل في رعب إنهم ممكن يتحرقوا في أي وقت، وبعدها بيوقفوهم لمدة يوم كامل تاني بشكل معين ومش مسموح لهم بأي حركة، وبياكل المساجين أسوأ أنواع الأكل، وبيكون مكان السجن غير آدمي أبدا. وبتعدي سنة وبيتحول كل مسجون من الثلاثة لهياكل عظمية بملامح باهتة بسبب قلة الأكل والحمى، وفي يوم بيجي رقيب من الجيش وبيبلغ روسو إنه هيخليه يقابل أهله، وده لأنهم مصممين وبيشتكوا في كل مكان، لكنه بيحذره إنه يحسسهم بأي شكل من الأشكال إن المعاملة اللي بيتم التعامل معاه بيها مؤذية أو إن ظروف السجن وحشة، وبيسمحوا روسو أخيرا إنه يستحمى وبيخلوه يلبس لبس جديد وبيحلقوا له شعره عشان يوهموا أهله إنه كويس، وبيشوف روسو بنته لأول مرة من سنة وبيدمع من الفرحة وهو بيحاول يمثل إنه كويس، وبيقول إنه بيخرج كل يوم وإن في فسحة في السجن، وبتبقى والدته مبسوطة جدا إنها شافته وبتقول إنها جابت له أكل، وبيبقى روسو عارف إنه مستحيل الحراس يوافقوا يدخلوا أكل ومش بيهتم، وبيكون والده قاعد وفجأة بيتصرف بشكل غريب جدا وبيضحك ضحك هستيري وهو بيقول إن ده مش ابنه وإنه جاي يشوف ابنه، وبيتخانق مع الحراس وبينادي على ابنه، وبيحاول روسو يقنعه إن هو ابنه، لكن الأب ما بيكونش مصدقه، وبتحصل حالة فوضى في السجن وبينقل الحراس روسو للزنزانة من تاني لكن بشكل وحش جدا قدام بنته الصغيرة. وبعد يوم بيتم ترحيل المساجين الثلاثة مرة تانية، وبيبقى حجم الزنزانة كبير جدا ومرتفع بيمنع دخول أي مصدر للصوت، وبيظهر بيبي وهو على وشك إنه يتجنن وبيبقى بيلعب مع النمل والحشرات وبيسمع أصوات صفير في ودانه بشكل مزعج جدا، وبعدها بيبص في سقف الزنزانة وبيلاقي طيور حواليه فبيفضل يزعق لهم وبيحاول يطردهم، وبيبان إنه بدأ يدخل في حالة هلوسة. وبعد فترة بيجي يوم راس السنة وبيحتفل الجنود بيه وبيرموا أكل للمساجين، وبعدها بيخبط ناتو على حتة الزنزانة على أمل إنه يكون في حد جنبه بيسمعه ويتكلم معاه، ولحسن حظه بيبقى روسو في الزنزانة المجاورة ليه بالظبط وبيرد عليه بنفس الخبط، وبيبدأوا يتكلموا مع بعض عن طريق إشارات موريس، وما بيكونش معاهم ورقة وقلم لتسجيل الإشارات، وبيضطروا يحفظوها في دماغهم أو يبوها بالرمل على الأرض، وبيفرحوا جدا أول ما بيعرفوا إنهم مع بعض في نفس المكان، وبيسأل ناتو على بيبي لكنه ما بيكونش عارف مكانه، وبيتكلم ناتو وروسو كل يوم مع بعض، وبيقدروا يستخدموا إشارات موريس بسهولة لدرجة إنها بتتحول للغاتهم الأم، وبيقدروا يلعبوا شطرنج مع بعض من خلالها بس. وفي الوقت ده بيظهر بيبي وهو غرقان في حالة هلوسة شديدة، وبيبقى بيسمع أصوات من كل مكان وما بيكونش قادر يبطل تفكير، وبتوصل معاه الهلوسة لدرجة إنه بيشوف والدته قدام عينيه. وبعد سنة بيبقى ناتو في الحمام وبيربطه الحارس في ماسورة عالية عن قاعدة الحمام، فبيقولوا ناتو إنه مش هيقدر يعمل حمام وإنه محتاج يبقى على ارتفاع أقل، فبيروح الحارس للعريف وبيبلغه باللي حصل، وبيشوف ناتو ورق جرايد في صندوق القمامة في الحمام، وبياخد أكتر من ورقة وبيخبيهم في جيبه، وبعدها بيدخل العريف الحمام وبيتأكد إن ناتو مش هيقدر يعمل حمام فعلا، فبيروح يبلغ الملازم، وبيجي الملازم وبيبص على ناتو مع مجموعة أكبر من الحراس، وبيخرج عشان ينادي النقيب، وبيدخل النقيب مع عدد أكبر من الحراس، وبيسأل ناتو لو لازم يعمل حمام، فبيستغرب ناتو اللي بيحصل وما بيكونش مصدق إنه خطير للدرجات، يبقى فيه أكتر من 20 حارس مع ناتو في الحمام. وبعدها بيرجع النقيب مع العميد، والأول ما بيدخل بيزعق لكل الرتب اللي تحته وبيقولهم إنهم أغبياء وما بيعرفوش يتصرفوا، وبيخرج وبيخرج ورا كل الحراس، وبيفضل ناتو واقف في مكانه، وبيبقى ما فيش أي حد من أي رتبة عنده صلاحية إنه يسيب ناتو من غير ما يكون متأيد، لحد ما بيوقف الحراس كلهم حواليه لحد ما بيخلص حمام. وبيرجع ناتو الزنزانة وبيقرأ لروسو كل الأخبار اللي قدامه، وبيفضل بيبي يتكلم مع والدته اللي بتكون في خياله بس. في الوقت ده بتعرف والدة بيبي مكانه وبتقدر توصل له وتطلب من حارس السجن زيارة ابنها، وبتفضل مستنيه طول اليوم لدرجة إن الدنيا بتمطر وبتفضل واقفة في مكانها، وفي نص الليل بينادي عليها الحارس أخيرا، لكنه بيقول لها إنه ما عندوش معلومات عن ابنها، فبتسأله لو يقصد إنه مش موجود في السجن، فبيقول لها إنه ما عندوش أي معلومات، فبتسأله الأم وهي بتعيط عن مكان ابنها، لكنه بيرد عليها نفس الرد، فبتسأله عن المعلومات اللي عنده وهي متعصبة، فبيقول لها إن المعلومات اللي عنده إن ما عندوش معلومات، وبتنهار الأم وبتمشي وهي حزينة. وفي تاني يوم بيتم ترحيل التلات مساجين مرة تانية، وبنفهم إن في كل مرة بيتم ترحيل فيها المساجين بيبقى بسبب إن أهلهم عرفوا مكانهم فبيودوهم لمكان تاني، وبيوصلوا لسجن تاني وهناك بيرسم الحراس حوالين كل مسجون فيهم خط مش مسموح له إنه يعديه، وبيبقى الجدار سميك جدا وما بيقدرش ناتو أو روسو يتواصلوا مع بعض عن طريقه، وبيبقى سقف الزنزانة مفتوح وبيسمح للمساجين والحراس إنهم يبقوا شايفين بعض طول الوقت، وبيبقى اتنين من الحراس في وردياتهم بيتكلم واحد فيهم عن حبيبته اللي بيبقى معجب بيها جدا ومش عارف يعبر لها عن ده، وبيفضل يحكي مع صديقه عن جد
جمالها وحبه ليها طول الليل، وبيتعصب روسو وبيبقى زهقان من كتر شكوى الحارس، وبينادي على الحارس وبيطلع انه عارف اسمه، فبيتعصب عليه الحارس وبيقول له يخرس. فبيقول له روسو انه زهق من كتر ما بيتكلم على حبيبته طول الليل، وانه المفروض يروح يقول لها انه معجب بيها او يجيب له ورقه وقلم وهو يساعده. فبيزعله الحارس وبيخليه يسكت، لكن بعد 5 دقايق بيجي الحارس ومعاه ورقه وقلم، وبيقول له روسو انه قال له يجيب ورقه وقلم وهيساعده. فبيقول له روسو انه هيكتب له رساله، وبيمليه رساله حب جميله ومعبره، وبيبقى بيتكلم كانه هو صاحب الرساله وبيحكي عن مشاعره. بعدها بيقول الحارس يبعتها لحبيبته، وبعد شويه بيدخل الحراس وبيقبضوا على روسو وبيقولوا له انه هياخد جزائه، وبيدخل الرقيب اللي بيقول للجنود يسيبوهم لوحدهم، وبيبقى روسو مستني انه يتعاقب، لكن فجاه بيلاقي الرقيب بيديه دفتر وقلم وبيقول انه معجب ببنت سمراء وجميله، انه طلب منها يخرجوا مع بعض لكنها رفضت. فبيكتب روسو رساله للرقيب وبيديها له، وبيفرح الرقيب جدا وبينبهر بقدره روسو على الكتابه وبيشكره. فبيطلب منه روسو انه يسيب له الدفتر والقلم وبيترجاه، فبيوافق الرقيب. وبيرجع روسو زنزانته وهو في قمه السعاده، بيستخدم الدفتر والقلم بتوعه كانه طفل صغير، وبيتصاحب الرقيب اكتر على روسو وبيقعد يتكلم معاه كل يوم، وخصوصا بعد ما البنت المعجب بيها وافقت تخرج معاه بسبب الرساله، وبيبقى بيحكي له عن مشاكله، وبيبقى روسو كانه المعالج النفسي الخاص بالرقيب وبيخليه الرقيب ياكل معاه. وفي يوم بيبقى الرقيب بيسمع الماتش على الراديو، فبيقرر انه يعلي الراديو عشان المساجين يسمعوا معاه، وبيفرح روسو وناتو وبيبي جدا، وبيتفاعلوا مع الماتش وبيتكلموا بصوت عالي لاول مره، وهم حاسين بشيء من الحريه، وبيرجع لقلوبهم الامل من تاني. لكن لسوء حظهم بيتم ترحيلهم للمره الثالثه، وفي الطريق بتقف العربيه وبينزل المساجين عشان يقضوا حاجتهم، وشهم متغطي. فبيطلب روسو من الجنود يشيل الغطاء اللي على راسه لمده دقيقه بس، وبيفتح روسو عينه وبيشوف الطبيعه قدام عينه لاول مره من سنين، وبيملي عينيه من المناظر الخضراء. وبعدها بيروح السجن، وبتبقى الزنزانه ضيقه جدا وما بيقدرش ناتو يستحمل، وبيدخل في حاله هلوسه وبيبدا يكلم نفسه لحد ما بيتخيل مراته جنبه وبتهديه، وبيشوف بنته الصغيره وبيغمض عينه وهو بيتمنى يشوفها مره ثانيه. وبتعدي الايام وبيقدر اهل ناتو يوصلوا له، وبيقابل بنته لاول مره من سنتين وبيبقى قلقان جدا، وبيقدر يتواصل مع روسو من خلال الحيطه، وبيقول انه قلقان ان بنته ما تحبوش، فبيهدي روسو وبيحكي له قصه عشان يحكيها لبنته لما يشوفها. وفعلا بيحكي ناتو القصه لبنته وبتكون مبسوطه جدا. وفي ثاني يوم بتقدر والده بيبي انها تزوره، فبيطلب منها انها ما تزوروش تاني، وبيشتكي لها من الناس اللي بيحاولوا يسيطروا على عقله واللي بيسمع اصواتهم في كل مكان، فبتشجعه والدته انه ما يتهزمش قدامها وبتطلب منه يقاوم. وبيرجع بيبي الزنزانه وبيفتكر بدايه ظهور اعراض الهلوسه عليه، وبنرجع بالزمن لسنه 1972، وفي اجتماع ما بين بيبي وشباب الثوره بيبقى بيبي بيعاني من هلوسه وشعور دايما بالقلق والاضطهاد، وبيبقى حاسس طول ما هو قاعد انه متراقب وبيسمع اللي حواليه بيقول كلام هو بس اللي بيسمعه، لحد ما بيزيد احساسه بالخطر فبيطلع مسدس وبيهرب. وفعلا بتبقى عربيات الجيش حصرت المكان، وبتظهر انها كانت بتراقبهم ان في خاين بينهم، وبيهرب بيبي لكن الجيش بيقبض عليه وبيقتل بيبي واحد من الجنود، فبيضربوا الجندي الثاني بثلاث رصاصات، وبيتنقل بيبي المستشفى العسكري، وبعدها بيدخل السجن. وبنرجع للحاضر، وبيبقى ناتو سامع صوت الاله الكاتبه الخاصه بالجندي اللي بيبقى مكتبه قريب منه، وبيجي في باله فكره وبيكتب على الصابون وهو بيسمع صوت الاله الكاتبه. وبعد شويه بيدخل حراس السجن وفجاه بينظفوا الزنازين وبيدخلوا مكتب وكرسي وكتب وراديو لكل مسجون من الثلاثه. وفي ثاني يوم بيروح ناتو وروس وبيبي مع الجنود لقاعه محكمه كبيره، وبيدخل ناتو وبيشوف قدامه مندوبين من جمعيه الصليب الاحمر واللي مسؤول عن التاكد من سلامه المساجين وتلقيهم المعامله المناسبه، وبيتخيل ناتو نفسه وهو بيقول انهم مش بياكلوهم وانهم مش بيشوفوا الشمس وان مش مسموح ليهم حتى انهم يتكلموا مع بعض. لكن للاسف بيفوق ناتو من خياله وبيلاقي واحد من المندوبين بيساله عن اسمه، وبعدها بيامره بالانصراف، وبيتصدم ناتو من الظلم اللي بيحصل وبيفقد الامل. وبيحصل نفس الموقف مع روس وبيبي، وبتكتفي اللجنه انها تسال عن اساميهم بس. وفي ثاني يوم بيشيل الحراس كل الرفاهيات اللي دخلوها للمساجين من اقل من 24 ساعه، وبيجي واحد من المحققين لناتو، وده بعد ما شافوا الكلام المكتوب على الصابونه في زنزانته، فبيقولوا ناتو انها مجرد لعبه، لكن المحقق ما بيصدقهوش وبيكون فاكرها شفره بخصوص اعلان حرب او تمرد على الجيش. وبيقول المحقق لناتو انه كان المفروض يقتله في الوقت اللي كان في ايده يعمل كده. وبنرجع لسنه 1972 في الوقت اللي قدر فيه الجيش يخلص على قيادات الثوره ويقتل معظم المعارضين من الجيش نفسه، وساعتها امرت قيادات الجيش الجنود بالقبض على عدد كبير من الثوار. وكان ناتو مستخبي عند اخته وجوزها، فجاه كان بيحس بحركه بره البيت وبيبقى في غرفه سريه فوق سقف الحمام، فبيدخلها ناتو مع صديقه، وبتخرج اخته وبتلاقي عربيات جيش ضخمه واقفه قدامها، واول ما شافوها ضربوا عليها النار بوحشيه، وبعدها ضربوا البيت بشكل عشوائي واتصاب ناتو لكنه فضل مستخبي. وبعدها حط الجنود مسدس في ايد اخته وبندقيه في ايد جوزها، وده عشان ما يتمش اتهامهم بقتل الابرياء. وبعدها بشويه دخل جندي من الجنود الحمام، وفجاه اكتشف بقعه دم على كتفه نزلت من السقف، فبيبلغ القائد بتاعه، وساعتها ناتو عرف انه اتكشف فقرر يسلم نفسه، وبيبقى القائد هو نفسه المحقق اللي بيحقق معاه، وبيقول له ناتو انه مش هينسى له اليوم ده ابدا. وبتعدي السنين وبيقرب ميعاد الانتخابات، وبيكون في احتفالات في السجون، فبيصرخ بيبي وبيقول انه عايز الاكل بتاعه، وبيفضل يقاطع الشخص اللي بيتكلم وسط جمهور كبير، فبيروح واحد من المسؤولين في السجن عشان يسكته، وبيتفاجئ لما بيلاقي بيبي عارف اسمه وبيهدده انه
عارف بعلاقته مع واحدة تانية غير مراته، وبيعلي صوته وبيقول لكل في السجن اسم الضابط وخيانته لمراته، وبعدها بيوطي صوته وبيوشوش الضابط وبيسأله لو مراته وعشيقته يعرفوا انه عنده الايدز، وبيتصدم الضابط من المعلومة اللي يعرفها وبيسأله عن اللي هو عايزه، فبيطلب منه بيبي كل اللي والدته جابته له، وبيكون في طبق كبير وبيقرر بيبي يزرع فيه ورد، وبعدها بيطلب انه يزور طبيب نفسي وبيحكي للطبيبة على الاصوات اللي بيسمعها وبيتشخص بمرض عقلي، لكن الطبيبة بتقوله انه ما يفقدش الامل وان كل حاجة هتنتهي قريب. وبعد فترة بيتم ترحيل الثلاث سجناء لسجن تاني، وبيلاقوا نفسهم مع الرقيب اللي كان متعاطف معاهم، وبيزور الرقيب روسو وبيسأله على نفسه فيه، فبيطلب روسو منه انه يخرج لساحة السجن هو واصحابه، وبيخرج روسو وناتو وبيبي لأول مرة من سنين، وبيتمشوا في الساحة وبيشوفوا بعض من غير ما تكون عينهم متغطية، وبيستمتعوا بأشعة الشمس وهواء الحرية، وبعدها بيترحلوا لسجن تاني، وبيبدأ الجيش يخسر حكمه في السلطة وبيخرج الحراس ناتو لساحة السجن، وبيتمشى ناتو وبيلاقي عدد كبير من الثوار مسجونين في نفس المكان وبيفضلوا يشجعوه ينادوا باسمه، وبيجري ناتو في الساحة وبرجلين شبه عاجزين بيمثل انه بيلعب كورة وانه جاب جون، وبيصرخ الثوار وهما مبسوطين، وبيتنطط ناتو من الفرحة بعد ما حس بحريته اللي بترجع له واحدة واحدة. وبعد فترة بيخسر الجيش في الانتخابات وبيرفض الشعب البرنامج الحكومي الخاص بيهم، وبترجع دولة الأوروجواي لحكمها الديمقراطي من تاني، وأخيرا بعد 12 سنة من العزلة بيخرج المساجين الثلاثة من سجنهم، وبتيجي اللحظة اللي اتمناها كل واحد فيهم، وبيحطوا رجليهم على تراب غير تراب السجن وعلى أرض ملهاش قيود أو حدود، وبيتجمع كل واحد مع أسرته بعد 12 سنة. وبعد فترة بيشتغل روسو ككاتب وروائي، وبيبقى ناتو عضو في الكونجرس وفي منصب سيناتور، وبيترشح بيبي لانتخابات الرئاسة بعد ما قدر يتغلب على مرضه، وأخيرا بيعيش كل واحد حياته اللي اتحرم منها لسنين. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.